بسم الله الرحمن الرحيم، وبه دائما نستعين. أعزائي المشاهدين، مشاهدينا الأوفياء أينما كنتم، أهلا بكم وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. أحييكم من ملعب شهداء بنين الدولي في مدينة بنغازي عبر هذه القمة الكروية الكبيرة اللي انطلقت منذ لحظات بين فريق الهلال وضيف هذه الأمسية فريق الأخضر. أكيد مباراة اليوم، انتصار فريق الأهلي وبنغازي اليوم على فريق الصداقة وعودته بثلاث نقاط وانفراده بصدارة المجموعة بتسع نقاط، بكل تأكيد زاد من قيمة وأهمية هذه المباراة، وسيشعل المنافسة في مباراة اليوم بين فريق الأخضر اللي قلنا صاحب العلامة الكاملة بست نقاط من انتصارين، وهذه محاولة ولكن في آخر اللحظات التدخل من رضوان توفيق حسين وكانت فيه هناك راية مرفوعة ليسجل انتصارا ثانيا على حساب ضيفي التعاون بهدفين مقابل شيء. واليوم يخوض مباراته الثالثة هذا الموسم أمام فريق الهلال أمام سمير شمام المدرب التونسي اللي مر بفترة زاهية وجميلة مع فريق الأخضر. الموسم الثاني على التوالي جدد علاقته بفريق الأخضر بعد موسم استثنائي كان خضراوي بامتياز. كرة أمامية تعود لصالح فريق الهلال عن طريق أنس، يلعب كرة تمجيد للحاسي، الحاسي يحاول لكن النهاية ما كانتش سعيدة بالنسبة للاعب إسماعيل الحاسي. لصالح فريق الأخضر الآن عن طريق هداف الفريق الأنغولي بابل، لكن التغطية حاضرة والكرة في الركنية. محاولة أنغولية قادمة في انتظار الأهداف أمام طارق ثابت، وهذه محاولة أو هذه إعادة للمحاولة الأخيرة، كرة عبد الرحمن العمامي اللي أبعدها مدافع فريق الهلال إلى الركنية. كرة في وسط الميدان ترجع للخلف باتجاه شكربة الحاسي في وسط الميدان، يتبادل كورته مع اللاعب القابوني، يتم التنفيذ من جانب اللاعب أحمد شلبي في راية مرفوعة. سليمان باتجاه ألي مادو، يبقى الحوار قائم. ألي بابل يخطف كورته بشكل ممتاز، يسيطر عليه بشكل ممتاز، يتبادل كورته مع ألي مادو من جديد. ألي بابل يلعب كرة داخل منطقة الجزاء، فرصة لصالح فريق الأخضر عن طريق راسية هذا اللاعب اللي أمامنا على الصورة علي أمادو. شوف الكرة بشكل ممتاز لعبها المحترف الأنغولي أري بابيل وحولها راسية علي أمادو، لكن مرت بجوار القائم الأيسر. وأيضا فريق الأخضر هو الآخر استعان بأكثر من لاعب، وهذه محاولة الكوت بشكل ممتاز يحاول يسدد، حاول المهدي الكوت بهذه الطريقة الجميلة أنه يجرب حظه بالتسديد من مسافة بعيدة. تعود مرة أخرى لشكربة، تمريرات، محاولة مرور من ناحية الجهة اليسرى لكن الكرة تغادر إلى ركنية. إذا الركنية لصالح فريق الهلال، ظلمت بمدافع فريق الأخضر وغادرت إلى الركنية، وركنية قلنا لصالح فريق الهلال. يتم التنفيذ، ترجع هدف لصالح فريق الهلال. إذن هدف لصالح فريق الهلال عن طريق اللاعب باكايوكو، ينجح اللاعب باكايوكو في افتتاح التسجيل لفريق الهلال، وأمامنا فرحة مدرب فريق الهلال التونسي طارق ثابت. إذن متابعة دقيقة جدا للفواري باكايوكو هداف فريق الهلال في أول ظهور له هذا الموسم، متابعة دقيقة جدا. استطاع أن يستفيد ويستغل البهتة الدفاعية لخط ظهر فريق الأخضر وأمامنا احتفالية الهلال، وهذه إعادة لهدف باكايوكو. كرة مرفوعة بشكل ممتاز، شوف المتابعة، التمركز أكثر من رائع لباكايوكو داخل منطقة الاستيردات، واستطاع أن يضع الكرة بكل ثقة داخل شباك فريق الأخضر. إذن الهلال يتقدم بهدف واحد مقابل لا شيء على حساب ضيف هذه الأمسية فريق الأخضر في قمة مباريات الجولة الثالثة من ذهاب المجموعة الأولى بطولة الدوري الليبي لكرة القدم. إذن هدف أكيد سيشعل المنافسة فوق أرضية الميدان. الكوت من جديد والصافرة والخطأ، أكيد حنشاهد بطاقة صفراء. إذن بطاقة صفراء أو على اللاعب صهيب بن سليمان، كان تدخل صهيب وبكر بن سليمان، شفنا التدخل القوي في اللقطة الماضية. تمريرة الكوت المهدي، الكوت المهدي عبد السلام الكوت، والمتابعة والتدخل كان قوي بعض الشيء. العمامي يستعد للتنفيذ
مباشرة يلعب كورته لكن ترجع، يبقى الحوار من جديد، لكن تدخل من شكربة يبعد الخطر عن مرمى كامل بتسع نقاط، أكيد زاد من قيمة وأهمية هذه المباراة وأشعل الحوار والمنافسة بين الفريقين. بالمقابل فريق الهلال هو الآخر يسعى للحفاظ على تفوقه على صعيد النتيجة في الشوط الأول. قلنا نقاط اليوم نقاط هامة لكل الفريقين، كل فريق يريد أن يحافظ على بقائه في دائرة المنافسة. هذه كرة ملعوبة لصالح فريق الهلال، فرصة وهدف، هدف لصالح فريق الأخضر، هدف التعادل لصالح فريق الأخضر بعد توغل ممتاز جدا، هدف التعادل لصالح فريق الأخضر، مجهود كان أكثر من رائع. فرحة لاعبي فريق الأخضر بهذه الطريقة، شوفوا أكثر من تمريرة، الكوت لعب كورته، وشوفوا أري بابر بشكل ممتاز جدا خطف الكرة وبكل ثقة لعب كورته قوية داخل شباك كبلان محمد كبلان. إذن التعديل الأنغولي للمحترف أري بابل هداف المسابقة وهداف فريق الأخضر اللي يحتفل اليوم بحراس الهدف الرابع. إذن هدف سريع ومبكر لصالح فريق الأخضر، هدف التعادل. ردة فعل كانت سريعة. ننتظر شوط مثير في دقائقه الطويلة التي تنتظرنا اليوم. هذه خطأ لصالح فريق الهلال. سلامات للاعب فريق الهلال، شوفوا المحاولة. تدخل كان قوي بعض الشيء على لاعب فريق الهلال مجدي رطيبة، وأمامنا كراوة وبكل روح رياضية. صورة ولقطة معبرة تغني عن كل الكلمات وعن كل التعليق، حوار رائع جدا كان بين المهاجم أحمد كراوة والمدافع مجدي رطيبة. عن طريق الكوت لكن ترجع مرة أخرى، تعود لمن جديد، حاول يعيد الكرة من جديد داخل منطقة العمليات. علي أمادو، علي أمادو صاحب اللمسة الأخيرة. فريق الأخضر نجح في تعديل النتيجة بشكل سريع مع بداية الدقائق الأولى من زمن الشوط الثاني عن طريق المحترف أري بابل، وهذه المحاولة الأخيرة رأسية علي أمادو اللي ذهبت بعيدا عن مرمى الهلال. الهلال في التنفيذ طارق السيطي يلعب كورته، لكن رضوان توفيق حسين بكل براعة يضع الكرة في القائم. سلامات، شوفوا الإعادة، شوفوا تنفيذ تسديدة السيطي وتدخل رضوان توفيق حسين اللي اشترك معه لاعب فريق الهلال في اللقطة الماضية. تيب الجديد فوق أرضية الميدان، كان من الاستبدال الأول كان اضطراري الشوط الأول. مبنى علي أمادو، كرة تنفذ داخل منطقة الجزاء، فرصة لكن ترجع، فرصة تعود من جديد لصالح فريق الهلال، والمبادر بهدف لفواري باكايوكو، والتعديل كان أنغولي بالنسبة للأخضر. أري بابل اليوم حوار قوي بين المحترفين. ترجع لجريتلي من جديد، يتقدم البديل مؤيد، يلعب كورته داخل منطقة العمليات لكن بعيدة. مجدي بن علي عامر، تعود الآن لصالح فريق الهلال عن طريق اللاعب مجدي رطيبة، يلعب كورته باتجاه باكايوكو، باكايوكو يحاول يسيطر على كورته لكن يتابع فيه الكوت، حوار بين باكايوكو والكوت، باكايوكو وأمادو وحوار بينهما، كرة لكن بدون عنوان، ما فيش لاعب متابع. أو على مستوى الكأس، هو كأس السوبر وكأس الاتحاد الليبي، ست نهائيات، وهذا يؤكد قيمة هذا الفريق. شلبي يلعب كرة باتجاه باكايوكو بشكل ممتاز، باكايوكو، باكايوكو لكن يتعرض لعرقلة في مواجهة مرمى فريق الأخضر. باكايوكو وبطاقة صفراء كانت من نصيب مدافع فريق الأخضر مصطفى صالح حمدا. شوفوا الإعادة، شوفوا الحوار كان بين باكايوكو وبين مدافعين من فريق الأخضر، وأمامنا اللقطة واضحة في مواجهة مرمى فريق صد أن يتراجع إعطاء الأمتار والمسافة القانونية. إذن الكرة في مواجهة مرمى الأخضر وميدوين، وحاول تسديده، ترجع كرة مجيد، فرصة، فرصة ضاعت على فريق الهلال. حكم اللقاء السيد محمد زروكا متابع، شوفوا التسديدة، شوفوا يقظة الحارس رضوان توفيق حسين. الآن في الجولة الثالثة أري بابيل الأنغولي بأربع أهداف، وهذا هداف الدوري الموسم الماضي. عبد الرحمن الأمامي يلعب كرة سريعة باتجاه مؤيد جريتلي، كرة مرفوعة، ماذا يقول حكم اللقاء؟ لكن يقول حكم اللقاء أن هناك تدخل وصعود من مهاجم الأخضر على
اكتاف مدافع فريق الهلال. استبدالات اخرى الان امامنا لعادة، شوفوا لعادة من جديد، هذه كورت بويل لجريتلي، وهذه المحاوله، شوفوا الحوار اللي كان بينهم، ودائما القرار الاول والاخير يبقى لحكم اللقاء السيد محمد الزروق. اذا تبقى النتيجه على حالها. اذا اصبحنا نلعب في الدقائق الاخيره، وشوفوا لعادة للهدف اللي تم الغاه.